يا اهلا بالشباب. يا عم سالكم ما ما جيتوا، اهلا فيكم. يعني تفضلوا. قبل كل شيء اهلا اهلا بربكم، جايين على بيتكم وعلى محلكم، وصار لك زمان ما جيت. ايه بس مشتاقين، يعني صرت ببيروت هلا هالضربة الملعونة، ايش بدنا نعمل؟ هيدا ضربة من الله، بس لا تعتلهم، منضل السنة واقفين نوعا ما على اجرينا، ومنضل نسير العالم. واهلا وسهلا فيكم، بتجوا على بيوتكم السنة، اهلا اهلا بالضيف، لكل البيوت بيوتكم، لا تعتلهم. صار في مشكلة هيدا شيء وبيمرق، ولانه مدة زمنية طويلة بدها تمرق، باخرة المطاف بدها تروح العتمة بين الشمس. بقى إذا بتريد من بعد أمرك تفضل تفوت الجو ونشوف ايش فيه. مرحبا ستنا. أهلا بربك، أهلا أهلا برب ربك. خبرني نحن وين؟ خبرنا عن الضيعة، خبرنا عن الفرن تبعك. لا نحن هون ببشري، أصلا عند صوج الحاج بدائر مار يوسف، عالطريق بدائر مار يوسف. ومثل ما مثل ما العالم بيعرف كله سوا انه بشري ام الضيف، بتحب الضيف، الضيف اللي بيفوت لعندها كأنه من ولاده، إيه؟ ما بيعود له قلب يروح. نوت اهلا فيكم، واهلا باللي بده يجي من كل لبنان، قلبنا مفتوح للكل، ما نيمبورتكي. واجو يعني شو ما تروى اليوم؟ اللي بدك اياه، لحمه، جبنه، كشك، زعتر، لبنه، قوارمه. خبريني ستنا، خبرينا عن العجينه، خبريني ليش صاج تبعكم مشهور ومنقوشتكم طيبه. انه نحن عن جد انا بحس انه كل زبون بيفوت لعندي بحسه مثل اولادي، وبعامله كاولادي، حتى اولادهم اولادي بحسهم، وهن بيعرفوا زبوناتي كلها بتعرف، حتى اولادهم يعني اللي بيجوا معهم بيجوا على الطريق، لا الا عن صاج الحاج، لانه نقطه ضعفي انا الاولاد، وانا بحب كل انسان يجي لعنا، لانه انا بحسه اولادي، اخواتي عم بيفوتوا، ان كان غريب وان كان قريب، وانا ما بحس عنا غربه بلبنان. بتمنى كل انسان عن جد، كلنا اخوه على وجه الارض، وكلنا اولادنا. انا بصلي لاولاد العالم، وبصلي لاولادي الله يحميهم، وان شاء الله هالوضع بيروق وبترجع العالم مثل ما كانت بالاول. واهلا وسهلا بكل انسان، نحن فاتحين بيتنا لكل انسان راح بيته، لكل انسان تضرر بدنا نساعده، نوقف حده، وهو الرب بيقشع، بيعرف عن جد. الله يساعد هالعالم كلها اللي اختربت بيوتها، والله يشفي كل المرضى، عشان كنا عم نصلي لهم ودويت لهم شمعة، وهي ربنا هو يسفل فيه. وانا بتمنى كل انسان عن جد يوقف حد خيو الانسان يساعده، تنكون كلنا حد بعضنا. مرسي مني، مرسي ستنا. طيب خبرني شوي عن العجينة، العجينة شفناها ورا هي زيت، رح اكلها بعد شوي. هي زيت بس هيدي هلا هيدي عم نعملها مشان بكره ترتاح العجينة، وتضل، لانه ما بدي احط لها المواد اللي دغري تبلش فيها، لا بتصير فيها حموضة، فيها كذا، هيك بتضل طبيعية. اذا بتقعد جمعتين وبترجع تاكل منها كانك هلا عملها. لكن العجينة بتحضروها قبل بنهار؟ قبل بنهار، ايه. وبترجع بترتاح تكون فيها خميرة اقل؟ صح، بتكون على الطبيعة، بيكون فيها خمير مثل ايام جدودنا، ايام ستاتنا وقت اللي كانوا يعجنوا. طيب نحن بنبلش نشتغل، بترجع بتخبرني بعد شوي عن هالمكونات الطازة اللي خبرتنا عنها ست الماضي. اوكي يلا معك. شو بدي؟ بدها تعمل وحده؟ ستة ستة نحن نعملها؟ اوكي يلا. Yeah.
هيدا المنوش هيدا الحجم الطبيعي هيك بتعملوا ولا هيك؟ لا أكبر أكبر هلا بتشوف كيف بعملها بس هيدي المخلوقة جايبة الزعترات من عندها عرفت إنه هيئتهم بلا ملح فنعمل لها إياها مريضة وحدا مرض بس أنا بشتغل بس ما بعرف هاي منقوشة كبيرة زعتر بلدي هيدا رائعة العجينة قديش هيك بيضة كبيرة رقيقة بابلي جود جوب ايه ما بستعمل بايدي انا الزعتر لانه كل شغلة إلى سيخة يعني ممنوع حدا يدعر شيء بايدي ما بحب لكن زعتر وكشك وجبنه زعتر كشك جبنه لكن لحم المنيو كله ما هو يلا سيني بس لا لا خليه انت مالك عم تخبرنا عن اللحمه ايه اللحمه ايه لحمه بلديه يعني نطبخها قبل ما نحطها على الصاج لانه الصاج اذا نيه ما بتعمل بدها تدوب وتنزل مي ما في نار تتكلها من فوق من هيك بنطبخها نحن بنستويها كل شيء بنحط لها عيازه اللي بدها اياهم من شيء اكثر شيء انه بتستوي الخبز اللي على الصاج بس انا بحفظها اصلا كمان انا بفضل اني شلها دمها على النار لانه ازبط ما تكون نيه تشيلها وتحطها بالبراد وتخمخم وتطلع ريحتها ليش انا يعني ولا مره فت على فرن قال لي انه بيعمل لحمه قبل بوقت انتوا ايه انا بعملها على النار يعني هيدا الدم اللي بينزل من اللحمه بكبه بصفيها برجع بحط لها تابلتها وبهاراتها وكل شيء وبتركها تبرد وبعبيها بالبيركس وبحطها مثل ما شفتها يعني عرفت كيف؟ انا ما بعملها على النار يعني هي إذا عم بتشيلها وتحطها بالبراد ما بيأثر عليه مثل اللحم النيء. ست غالي عرفت كيف؟ ست غالي بينما اللحم النيء بتدبك حرام إذا ما انعمل هلا بعلمك إياها اللي ما حدا ياكل لحمة بتنشال وبتنحط بالبراد طبسه بإيدهم. يعني واحد هالشغلة كثير بده يكون دقيق فيها، أنا إجت وزارة الصحة لعندي كثير انبسطوا بنسبة اللحم اللي أنا الطريقة اللي أنا عملتها فيها. عرفت كيف؟ حرام اللبني انا بشتري لبن وانا بقطع اللبن بلديه على ايدي Good morning. بونجور للكل. مثل ما قلت لكم انا رح ارجع بلش برمتي على الضياع. بيروت بنرجع بنعزي كل العالم يلي توفت الله يرحمها، هن ماتوا شهداء الوطن. بيروت عم بتكفي، عم نكفي نودي مساعدات لبيروت. برمتنا على بيروت عم بتكفي. بكره على بكره في نهار قبل الظهر كتير كتير حلو، خليكم معنا فور لايف تقريبا على الساعه 10 لمده ساعتين.
بخبركم عنه بكره، بس بكره كتير كتير حلو. اليوم هلا على الظهر في لايف تاني، عم نعمل اكثر من 200 او 300 ساندويش كمان لبيروت، ورح نضلنا من وقت لوقت ارجع انزل على بيروت فرجيكم الابديتس، التنظيفات، العالم كيف عم تشتغل وكل شيء عم بيصير. بس بدي ركز على شغله كتير اساسيه، انه الضيعة يلي سمعتوها يلي شفتوها، لسه أنا 6 أشهر عم اشتغل على الموضوع، كله طعم الوضع الاقتصادي، مش يعني بطل في جوع، مش يعني بطل في وجع، فلازم كمان ما ننسى هالضيعة، ما ننسى هيدا العالم. وارجع فرجيكم أنه لبنان ناطركم، لبنان بعد فيكم تجوا، بعد فيكم تقعدوا، حتى لو في مصيبة صارتنا ببيروت، بس فيكم تقعدوا بالضيعة وتوقفوا حدنا، نوقف مع بعضنا كرمال نقطع هيدي الفترة. فرح أرجع كفي أبرم على الضيعة اليوم، هلأ ببشري أنا رضا أطلع على الأرز بعد شوي، وبرجع بنزل على بيروت، ومنضلنا يوم على يوم كل يوم في أبديت جديد. نحن هلأ ببشري 1400 متر، رح فرجيكم هالدير كتير حلو، وارجع أنزل على الفرن تنتروق مع بعضنا قبل ما نكفي البرمة. Good morning وين ما كنتوا بالعالم. Thank you for joining. يلا خلينا نقضي نهار مع بعضنا. Thank you Robles, thank you so much. حلو كثير هالدير. ما هو مفتوح، ما هو مفتوح الفعل. يلا وين صرنا؟ جبنة وين؟ الكشك وين؟ اللحمة وين؟ يلا يا حنة ها؟ بركتك 5 دقايق؟ أهلا بربك. أهلا بربك، أهلا. تفتحوا كل يوم؟ إي. من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة 7:15 للساعة 1:15. بتعرف بعد الظهر ما في هالشغل الزيادة يعني. بعدين هايدي مصلحة الانطارة مش شطارة. بتعرف هاي ساعة بيمرق الزبون. وكتر خير الله، كتر خير الله. طيب ستة رح نعمل واحدة من كل شيء. يا دمازل. يلا بلشنا بالزعتر. ايه. اوكي هلا شو جبنة؟ ايه جبنة والكشك واللحمة. ايه هلا تقولي ما دقتها هيك المرة؟ ايه سنة الماضية. هلا تقولي اياها. لكن خبين الزعتر بتعمليها العجينة دغري، هوليك بتكون محضرتيهم قبل بوقت. ايه ليش؟ لأنه تترتاح، ما بكتر خميري مشان ما يحمض العجين، بحطه دغري بالبراد. ليش بتعمل العجينه قبل؟ هيك بنشفها قبل مشان ما تطلع معجنه. اوكي عظيم. عرفت كيف؟ يعني انه بخبزها وش وقفها قبل بوقت، برجع بحط لها الكشك واللحمه والجبنه. هذا هو. هلا اللحمه مثل ما قلت لك نحن بنعملها قبل بوقت كمان، بشلها دميتها وبرجع بطبلها بحط لها تبليطه وكل شيء. واللي بده بيحط هو حر او دبس رمان او ليمون حامض. حتى ما بستعمل جنان، انا بجيب ليمون حامض طبيعي مشان ما غش العالم بشي. هذا اللي هو دبس الرمان مشان اللحمه، ما محل الحامض. في ناس يا حامض يا دبس الرمان. بعدين الجبنه سنفاين انا بحط عكي وبحط الموزاريلا.
ما بعمل فرد سنة. هيدي اللحمة ماي. هلا منبلش كشك. الكشك شغل ايدي. هلا فرش ايدي. انا بعمل كشك عايدي. عزيز خاد هيدا الصخواتي من الشعب حتى امسح. هلا الكشك. تنبلش بالكشك. هلا هيدا الكشك شغل ايدي. حطي زيت زيتون وبصل وبندورة. وبخفقهم وبحطهم على المحلول. هيدا انا عملت الكشك. كل سنة انا بعمل. بس بعملهم للمحل. لانه انا معاود زبونيتي على طعمة اللي ما بغيرها يعني الطعم. على طعمة بيتوتية. ايه. هيدا هو. وهيك هلا كمان الشغلة. يلا خلصت؟ أول وحدة خلصت. عالدبح. يلا ها. هلا ببلش بالشغلة. ايه بشوف اللحمة. لا اسه بدها. هيدي. الشغلة ببرشها على المنزل. طبي مسخية غسلة. خلينا. ايه. بالقلاب. عمرك معلمي ها. هاي للتليان. هاي للبيتزا. مش لبشري. ما في منهم بحبها بحبها مقاطعة. وخاصة الولاد بدنا اياها بيتزا. او مثل البيتزا. كمان هاي جبنة نحنا بنبرشها منغسلها. حطها بمصفية تروح الماي الملح منها. العكاوي. وبرجع بحط لها الموزاريلا. عرفت كيف؟ بتضلها مثل ما هي فيهم مصفية ما يضل فيها مي. هيك انا بعملها. كاوي مع مصفية تصفي ميتها وبعدين بتفرش اولين على الوجه. حطيتها هلا جوا بالبراد بمصفية كمان. ببرش بغسل بصفيه من المي وبتركه لتاني يوم برجع بفضيه بالعلبة. وبحط صنفين جبن يعني موزاريلا وكاوي وهلا ادوق طعمتها. بعدين بعطي الزبون حقه يعني يعطيني حقه بعطيه حقه انا ما دي بخيلي حال. هيدا الزعتر انا عيدهم بارح بالبالدي. هيدا الزعتر اللي انا بعمله من بالدي. هلا بحط لك شوي قدم معي. ثانك يو وائل. اهلا واهلا واهلا. تعطل بسمي هذا ذا منقوشة اوف هوب. يس عن جد عجينة مرتاحة 12 ساعة. ركب تفرفت احلى شيء هيك. منا معجد منا ملبدة حتى لو فيت على الرقيقة يلي ما بحبها ابدا. بس هيك كل شقفة راح بمحل. زعترات حدين فري اسيدك. وعلى الطرف تسمعوا هالقرشة اللذيذة يلي ما بعرف اذا الميكرو اخدها بس ويتو مع بكرة كتير جوعان ماكشم. اوكي مخلص اول ترويقه رح اطلع هلا على الارز فرجيكم ارزيت لبنان. نطلع نصلي تحتهم نطلع نطلع عليهم ونقول لهم لبنان ما رح يموت وانتم حامينا. من هون نرجع نكفى على بيروت. رح نعمل اكثر من 300 ساندويش لبيروت وهيك بنشوف بنهار شو بصير. طيب من بشري بقولكم هاف ا جريت داي. خليكم معي لازم نرجع نطلع لايف ان الله راد قبل ساعه باقل من ساعه. انا مين واي الماكسيمم. Yeah.